مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، احييكم من جديد في الصندوق الاسود. لا زال حوارنا مستمر مع ضيفنا النائب السابق سيد مشاري العنجري حول مجلس 1981. مساك الله بالخير ابو فيصل. هلا حياك الله يا مرحبا. في البداية خلينا نتكلم عن اللائحة الداخلية للمجلس. أنت كان لك دور في تعديل مادة أساسية ورئيسية في اللائحة الداخلية تتعلق بتصويت الحكومة على مشاريع القوانين. باختصار كلمنا عن اللي صار. المادة 37 من اللائحة الداخلية تعتبر مفتاح العمل في المجلس للتصويت، لأنها تتعلق بالتصويت. المادة هذه مجالس كانت مطبقة من مجلس 63 و67 و75، وبداية مجلس 81. أنا قاعد أقراها لأن كانت تعطل، يعني إذا ما حصل أي قانون أو أي قرار على أغلبية الحاضرين، يعني الحاضرين عادة 40 لازم يحصل 21، 50 لازم يحصل على 26، هذا المفروض. لكن بالتطبيق لازم يحصل على أغلبية أعضاء المجلس ككل، مش على الحاضرين، مو على الحاضرين، يعني 33. إذا ما حصل على 33 والباقي ممتنعون ما يمشي شيء، فتعطلت القوانين، تكدست. فتصور الحضور 35 وتتبي 33، يعني أربعة يمتنعون، أربع وزراء أو أربع نواب ما يمشي القانون، ما يمشي، فتعطلت. فكرت أنا فيها، فأرسلت مستشار خاص إلى الدكتور الله يرحمه وحيد رأفت، هذا كان في الفتوى والتشريع أول ما أنشئت في أوائل الستينات، وأعتقد كان في مستشار، أعتقد كان في الديوان الأميري، وهو من يعني من أساتذة القانون الدستوري، معروف على مستوى الوطن العربي، على مستوى مصر على وجه الخصوص، دكتور وحيد رأفت. فأرسلنا له المادة مع استفسارات، فرد علي مذكرة. المذكرة اللي أذكرها يقول ما في شيء اسمه امتناع في المجالس، لأن يعتبر الممتنع بمثابة الغائب في المادة 37. فهذا اللي يمتنع كأنه غائب، الباقي ما يكملون النصاب اللي 33، الموضوع تعلق 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 كل شيء. حتى لو تبي إغلاق باب النقاش، الحضور مثلا 35 وتبتغلق باب النقاش، ثلاثة يمتنعون لأي سبب، أنا ما يعني دوري هذا ما يدار، ثلاثة يمتنعون ما يغلق باب النقاش، 32 موافقين، بس لأنه ما في إغلاق باب النقاش، أنا ما أقول لك قانون. فتعطلت الأمور. سوينا إحنا، كتبنا للدكتور وحيد رأفت مذكرة، قال في المجالس ما في امتناع، الامتناع في المحافل السياسية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكن قال الأفضل هذه المادة غير مطبقة، مو مطبقة التطبيق الصحيح، عيدوا صياغتها علشان تؤدي الغرض. في 82 صدر تعديل، قدمته أنا والأخ أحمد سعدون، كان ذاك الوقت نائب رئيس المجلس، تقدمنا بالاقتراح وأقنعنا الحكومة وصار انفراج وانحلت. ما كانت الحكومة راضية؟ الحكومة لا، وافقت. وكان منو اللي كان يفاوضكم من طرف الحكومة؟ الشيخ سلمان دعي وزير العدل والشؤون الإدارية والقانونية، واقتنع، يعني شيء مقنع، مو معقول اللي حاصل في السابق، ما كان معقول. طيب، من ضمن الإنجازات في مجلس 81 يمكن اللي كان لك دور فيها أبو فيصل، قانون الإطفاء، هذا من القوانين أيضا المهمة، وأيضا صارت في مشادة بينك وبين الشيخ سلمان دعي. قانون الإطفاء، أنا كنت في ديوان موظفين وكنا معنيين في التطوير الإداري للبلد وكذا. إدارة الإطفاء في السابق كانت إدارة من إدارات البلدية،
ولا لها علاقة بالبلدية. قلنا أمرهم لازم نبعدها عن البلدية تصير مستقلة تتبع الرئيس، رئيس البلدية، ولها ميزانية ملحقة، ملحقة يعني بروحها. يعني تصور مدير عام الإطفاء ما يقدر يعين، ما يقدر يرقي، ما يقدر يشتري سيارة أو يشتري أدوات وأجهزة إطفاء، ما له شغلة، فكله الشؤون الإدارية والمالية في البلدية. فتعطلت الأمور، تعطلت، صارت مشاكل، فالإطفاء أصبح له ميزانية، ميزانية خاصة له في أبوابها الأول والثاني والثالث والرابع، عكس ما كان في السابق. هذا الاقتراح كان عكس ما كان في السابق، أنها من ضمن إدارة البلدية أو دائرة البلدية. ومرتبات كذلك الموظفي الإطفاء والإطفائيين ضباطهم، وخليت وقدمت على أساس أنه يكون رجال الإطفاء مطابقين لرجال الشرطة. الحكومة طبعا اعترضت، ما كانت راضية الحكومة اعترضوا، فصارت يعني صارت نوع من المشادة وكذا بين منو منو. هو يعني كان اللي تصدى للموضوع كان الله يذكره بالخير شيخ سلمان دعيد وزير العدل والشؤون القانونية والإدارية. قدمت الاقتراح، اعترضت الحكومة، وتكلم الأخ طبعا شيخ. تم تخصيص يعني جلسة، وبالتالي تم ناقش قانون الإطفاء، قانون استقلال الإطفاء عن البلدية. طيب. واعتباره إدارة قائمة بذاتها لميزانيتها المستقلة، اسمها الميزانية الملحقة بس هي مستقلة عن ميزانية البلدية. شو اللي صار في ذيك الجلسة؟ تكلم الشيخ سلمان واعترض، اعترض. أنا طبعا عندي وثائق من ديوان الموظفين القديمة، وعندي اللي طلبتها يعني، وعندي في المجلس طلبتها من الحكومة من عدة أطراف، وشفت رأي الحكومة السابق لما كنا في ديوان الموظفين، وفي مكاتبات بين الديوان وبين فتوى التشريع تخص نفس الموضوع. اي، فكان الشيخ سلمان رئيس فتوى التشريع في السبعينات 76 77. فقلت انا لما تكلم الشيخ سلمان قلت انا ماني راد على الشيخ سلمان على طول مباشره. إيه، اول ما خلص الشيخ وزير العدل، اول ما خلص الشيخ سلمان على طول انت خلص الشيخ سلمان. طبعا الجلسه انتهت وما كان دوري في النقاش. الاسبوع الثاني اخذت المضبطه وقريت جزء من كلام وزير العدل ذاك الوقت، وزير دولة وزير العدل والشؤون القانونية والإدارية المناهض المعارض للقانون اللي أنا مقدمه باستقلال الإطفاء وإعطائهم ميزات رجال الشرطة. الأسبوع الثاني جاء دوري لتكملة النقاش الثلاثاء اللي وراء، جلسة عادية لمجلس الأمة، جلسة عادية. فأنا قريت إيش قال الشيخ سلمان الأسبوع الماضي، وقلت أنا ماني راد على الشيخ سلمان، اللي بيرد عليه الشيخ سلمان رئيس الفتوى والتشريع اللي هو نفسه رأي الشيخ سلمان وزير العدل ورأي الشيخ سلمان أيام ما كان رئيس الفتوى والتشريع. الفتوى والتشريع يعني كلام سابق 3 أو 4 سنين. فلما قريت الرد، رد متناقض، يعني الحكومة ناقضت نفسها، فصار في يعني نوع من الانفعال بالنسبة للشيخ سلمان. فسمعت أن المسؤولين الكبار في إدارة الإطفاء راحوا لسمو الشيخ سعد الله يرحمه رئيس الوزراء، وقالوا يعني تعرضنا لانتقاد وانتقاد حاد من قبل الحكومة، وبعدين الكلام اللي قيل من قبل الحكومة مو صحيح، هذا الشيخ عبد الله السالم الله يرحمه هذا قراره من 60 أو 61 بتعيين رجال الإطفاء وفقا يعني مقاربين أو مساوين لزملائهم رجال الشرطة بالرتب العسكرية وغيره. وبعدين فالشيخ سعد قال لهم إن شاء الله حاضر، ما لكم لا طيبة الخاطر، وإن شاء الله قانونكم يمر. صار هذا مدعاة يعني وافقت الحكومة،
وافقت الحكومة فيما بعد على القانون وصدر القانون، ولكن غيروا التسميات. بس كثير من الاقتراحات تم اقرارها، طبق لي وعطوهم نفس رجال الشرطة بس بتسميات اخرى. الشيخ فهد الاحمد الله يرحمه كان رئيس اتحاد كرة القدم، استبعدوا جاسم يعقوب وفتحي ذاك الوقت في قمتهم. اللي سمعته خلاف في احدى المعسكرات او كلام وصل الشيخ فهد ما يعني ازعجه، أيضاً بفيصل في مجلس 81 من الأمور اللي تم مناقشتها موضوع الرياضة، وأنت رياضي بكل تأكيد، أكو بعض القوانين اللي أنت كنت تسعى لتعديلها، تسعى لزيادتها. موضوع الرياضة أيضاً من المواضيع المهمة والساخنة، كان لك دور في التصدي لهذا الموضوع. وين راح نبدي في موضوع الرياضة؟ الرياضة فعلاً موضوع الرياضة كان فيه مشاكل رياضية، كان في تجاوزات في ذاك الوقت في الثمانينات، وبدأ تدهور الرياضة من ذاك الوقت، وبدأ تسييس الرياضة. شلون بدأ تسييس الرياضة؟ يعني مثلا تسجيل الأعضاء الجمعيات العمومية في الأندية، كان يصير تسجيل في يعني في 3-4 أندية، الشخص الواحد تسجل في 4 أندية، 5 أندية، 10 أندية، وينقلونهم للجمعيات العمومية. يعني أنت تصوت مثلا النادي ألف والنادي بي والنادي جيم والنادي، بالإضافة إلى الاستحواذ على مناصب مجالس إدارات الأندية ومجالس إدارات الاتحادات الرياضية. الاستحواذ من قبل من؟ من مجموعه. اي مجموعه؟ احنا بنقول اسامي لانه قاعد نوثق تاريخ. الاغلبيه يعني الاغلبيه، يعني كان الله يرحمه الشيخ فهد طرف، الشيخ فهد الاحمد، الاحمد طرف، والباقي الاخرين طرف اخر. باقي يعني الاخرين منهم يعني ابرزهم بالقادسيه كان في بين الشيخ احمد الفهد مثلا مع الشيخ احمد، الشيخ فهد الاحمد مع محسن الفارس مع خالد الحمد ذاك الوقت، فصارت مشاحنات خاصة نادي القادسية. أنا يعني بحسي الإداري والرياضي بنفس الوقت والحس القانوني، فأقنعت عدد من الأعضاء أنه ما يجوز، وفعلا يعني استنكروا، فطلعنا قانون ما يجوز لأي فرد أنه يسجل بأكثر من نادي. قبل كانت العملية قبل لا لو تسجل بالأندية كلها يجوز، وتصير عضو وتنتخب في كل مكان، تنتخب وتصوت شيء مو يعني كأنها شركات، مو 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 أندية. يعني أنت تحب القادسية والعربي والسالمية وكاظمة والشباب يميع، ما يصير. فحطينا هذا واحدة. ثانية خلينا نتكلم أول شيء هذا القانون، يعني واحد واحد هذا القانون قدم اقتراح يعني؟ إيه قدم وتم بسهولة ويسر الحكومة؟ لا مو بسهولة ويسر. إيش اللي صار؟ بنعرف اللي صار إحنا. لا صار فيه مشادات ومشاحنات وصار بين من ومن؟ لا، والقانون الثاني عشان أكمل لك، القانون الثاني يعني المادة الثانية إنه ما يجوز تكون عضو مجلس إدارة في نادي وفي اتحاد. فكان مثلا كان الشيخ فهد الأحمد الله يرحمه كان رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس نادي القادسية، وبنفس الوقت رئيس اللجنة الأولمبية. رئيس اللجنة الأولمبية طبعا لأنه من الاتحادات طبيعي، فقلنا ما يجوز الجمع، تكون عضو في مجلس إدارة نادي ما يصير تكون في عضو مجلس إدارة نادي. طيب قدمتوا هالاقتراحين، قدم الاقتراحات ومشوا أو في طور يعني المناقشة صارت نادي مجلس إدارة نادي القادسية عقد ندوة ذاك الوقت، طرفينها الشيخ فهد الله يرحمه فهد الأحمد وأنا. مناظرة مناظرة ومو مناظرة يعني ندوة كل واحد
يدلو بدلوة في هالمناظرة عن القوانين الرياضية وعن الأوضاع الرياضية في نادي القادسية في الصالة الكفرة، وكان حضور كثيف. ومدير الندوة كان الأخ نايف المعوسرجي، فدار نقاش كل واحد يشرح وجهة نظره. بعدين الشيخ فهد يعني أنصفني وانتقد بنفس الوقت، قال الحين الأخ مشاري هو من رؤوس المعارضين لتنقيح الدستور، وكان موضوع تنقيح الدستور كان ماشي في ذاك المجلس برفضه، فالآن أشوفه تعرض إلى دستور الرياضة وبيعدل أو عدل في دستور الرياضة. فأنا طبعا أنا أذكر يعني ما أذكر كل دي، بس أذكر هالجزئية. هذا الكلام استفزك؟ يعني إيه طبعا من الشيخ فهد الأحمد. إيه فقلت طبعا أنا يعني شرفني أني أكون ضد تنقيح الدستور لأن في أسباب. فقلت له دستور الرياضة، دستور الرياضة اللي ما يجوز أن يتزعزع وتغير هو أن مباراة كرة القدم بين فريقين عدد اللاعبين 11، ما يصيرون 12 في روسيا ولا بأمريكا ولا بالسنغال ولا بالكويت ولا بأي مكان. طيب السلة 5 لاعبين، طائرة 6، اليد 7، 100 متر ما تصير 101 ولا 90. هذا الدستور المتفق عليه اللي ما نقدر نغيره. أما الجوانب الإدارية للدولة وتنظيمها، الجوانب الإدارية هذه ما لها علاقة إن والله يجوز الجمع بين الاتحاد ونادي ولا ما يجوز الجمع، يجوز تسجيل. أنا كل اللي سويته وقدمت اقتراح أن الأخوان الأعضاء الموجودين إذا كانوا بنادي القادسية ما يصير يسجلون بنادي العربي، لأن راح يأثرون على مجلس الإدارة، يأثرون على قرارات مجلس الإدارة، يأثرون على الانتخابات. أعضاء القادسية بالقادسية، أعضاء العربي بالعربي، أعضاء الصليبيخات بالصليبيخات، وأعراض وأعضاء الشباب بالشباب، ما يجوز. هذا ما له علاقة بدستور الرياضة. عدم الجمع، عدم الجمع يؤدي إلى توسيع قاعدة الإداريين، الجمع بين مجلس إدارة اتحاد ومجلس إدارة نادي، وبعدين إبعاد الشبهة عن المصلحة أن تكون أنت هنا عضو مجلس إدارة نادي وعضو مجلس إدارة اتحاد، تبي تحابي ناديك. لا أبي ردة فعل شيخ فهد الأحمد على هالكلام. لا ما كان، ما يعني سكت. طيب نرجع للمجلس، مجلس 81. أنت في سياق الكلام قبل شوي ذكرت أن لما عرضت القوانين التعديلات على هذه القوانين صارت مشادات مع منو؟ ده كان يمكن وزير الشؤون ذاك الوقت هو المسؤول عن الرياضة، يعني اللي هو كان حمد رجيب. كان إيه كان يدافع عندي، وكان بعد أعتقد الشيخ سلمان كان وزير العدل والشؤون الإدارية والقانونية. لكن يعني هل اقتنعوا بعدين؟ نفذت هالاقتراحات، نفذت بإجبار الحكومة أم باقتناع الحكومة؟ والله الحكومة راضية كانت. أنا ما أذكر الحكومة وافقت أو لا، ما أذكر، ما أقدر أقول لك الحكومة كان موقفها. لازم أرجع للمضبطة المضابط في هذي، إنما أقر القانون. طبعا في ذاك الوقت يعني الرياضة تأثرت، كان في تجاوزات مالية وإدارية في يعني في خلال الأندية، الاتحادات. يعني أنا أذكر أحد الأندية اللي هو أذكر نادي خيطان، وجهت سؤال، عطني أسامي العاملين وكل واحد وين يشتغل، كل الأندية. طيب بالأندية كلها أذكر نادي خيطان الرد في أسماء كثيرة ما أذكر العدد، وحاطين الاسم فلان مثلا يعني يا زراع أو سايق أو
أو فراش أو كذا لا يعلم عن النادي شيء، لا يعلم يعني غير متواجد بالنادي، بس هو مسجل بالنادي، مسجل على كفالة النادي، على كفالة النادي بس ما يدرون، ما يدرون وينه، يشتغل برا. وأكو نادي ثاني اللي هو نادي صليبي خات في ذاك الوقت، بعد كان أسوأ أنه يعني أسامي، يمكن بعض الإدارات يعني علشان يعني تفضح اللي قبلها أو كذا أو الخلاف اللي بينهم الله أعلم، أسامي وهمية. طيب ليش ذكرت أن في هالفترة في بدايات الثمانينات كان وضع الرياضة سيء؟ أبي توضيح أكثر لوضع الرياضة سيء، ليش كان سيء؟ شنو الشواهد على سوء الوضع الرياضي في الكويت في فترة الثمانينات؟ اللي البعض يقول بالعكس كانت فترة ازدهار، الرياضة كانت مزدهرة في فترة الثمانينات. والله الرياضة يعني بدأت تضعف من بعد 82 من بعدها بدأت شو معنى في 82؟ 82 هو تمثيلنا في نهائيات كأس، في نهائيات كأس العالم في إسبانيا. يعني مثلا قبلها كان سياسة الاتحاد شيخ استبعد عدد من العناصر، يعني كانت في الأشياء المشحنات والدبة من السبعينات، من 78 لما أخذوا أول مرة نفقد كأس الخليج عام 78 في العراق، لما راح الاتحاد في ناشئين، ونادي الكويت، نادي الكويت اللي أنا كنت عضو فيه، عضو مجلس الإدارة، كنت أمين السر ذاك الوقت، طلعنا بيان في ذاك الوقت في 78 لما راحوا إلى العراق بقرار من من؟ دورة الخليج اللي أقيمت أول مرة في العراق بقرار من من؟ الاتحاد راح في عدد من اللاعبين كلهم ناشئين، استبعدوا جاسم يعقوب وفتحي، ذاك الوقت في قمتهم جاسم يعقوب وفتحي والعنبري ليش؟ وسعد الحوطي. فكرة الشيخ فهد أن الاتحاد يعني يبي يعني يجهز فريق المستقبل، وهذولا حتى سماهم لومية معصورة، يعني ذولا في نهاية مراحلهم. احنا طبعا اعترضنا وقلنا الاتحاد مو دوره ان ينشئ أو يجهز لاعبين، هذا شغل الأندية، شغل الأندية، الاتحاد ياخذ افضل العناصر في الأندية. هذا التبرير ما كان مقنع بالنسبة لكم؟ نعم، هذا التبرير ما كان مقنع، او هذه الاسباب اللي قالها الشيخ فهد الاحمد ما كانت مقنعه بالنسبه لكم، ان احنا الهدف ان احنا نبي نخلق جيل ناشئ جديد لكره القدم؟ مو دور اتحاد كره القدم، فهذا السبب ما كان مقنع. قلنا له وحضرنا عنده، يعني الكلام هذا قلناه. حضرتوا عنده وين؟ في اتحاد كره القدم الله يرحمه خضير المشعان، ومحمد الصقر كان مدير الكره، خضير المشعان كان رئيس النادي وانا امين السر. فإحنا رايحين حق الشيخ فهد علشان كوفد من نادي الكويت، لا لا لا، كزيارة بنستأذنه نبي مدرب، كان الاتحاد بتعاقد معه اسمه بروتشيش، رايحين له، فكان في مدرب نبي نبي ناخذه لنادي الكويت. فالمدرب قال إذا الاتحاد وافق أنا ما عندي مانع، هو ما كان بالكويت كان برا بيجيب الاتحاد، فكان نادي الكويت يبي يجيب له. طيب. فقال استأذنوا من اتحاد كرة القدم، استأذنوا من الشيخ فهد وأنا حاضر. أنا فأنت رحت وفد من نادي الكويت؟ إحنا الثلاثة اللي قلت لك عن أساميهم رحنا للشيخ فهد، وكان يهيئ المنتخب، فقال لنا إيش رأيكم بالمنتخب الجديد؟ وكان طالع الأسامي؟ إيه طالع الأسامي مشهورة بالصحف وذي، فقال له الله يرحمه خضير المشعان، قال له مو زين. قال ليش مو زين؟ رديت أنا وقلت له لأنك أنت أفضل العناصر مثل جاسم يعقوب، مثل فتحي كمين، مثل
سعد الحوطي، سعد الحوطي، نعيم سعد، نجوم الكويت، كل النجوم، فيصل الدخيل، يعني تستبعد هذولا في قمتهم وقال لا أنا نبي نهيئ فريق جديد. فرد عليه محمد الصقر الأخ محمد وقال له، قال له هذا دور الأندية مو دور الاتحاد، أنت تأخذ أفضل العناصر الموجودة في المهم عزم وراح. ولأول مرة الكويت ما أخذت دورة الخليج. قلت أصدرت بيان عقب النتائج، عقب النتائج أصدرنا بيان نفس الكلام اللي منو اللي وقع البيان؟ بيان من مجلس إدارة نادي الكويت، فقط نادي الكويت، نادي الكويت ما حاولت تسعون أن تجيبون أندية ثانية. أصدرنا بيان بعدين رجعوا إلى اللاعبين اللي كنا احنا نشير لهم، اللاعبين العظماء اللي ذاك اليوم في ذاك اليوم اللي عددتهم، ودخلنا الدورة الأولمبية اللي في موسكو 80 وصلنا، وكأس العالم في 82 بعد الإخفاق اللي صار في كأس الخليج. عادوا رجع الشيخ فهد الأحمد عن قراره، عادوا إلى اللاعبين الموجودين الأفذاذ. يعني هل خلنا أسأل سؤال مباشر، يعني هل كان استبعادهم اللاعبين هذين تحديدا؟ يقولون خلاف، يقولون بس أنا ما أشهد عليه خلاف. اللي انت سمعته شو؟ اللي سمعته خلاف في إحدى المعسكرات أو كلام وصل الشيخ فهد ما يعني أزعجه فاستبعدهم، يقال كذا. بس كلام الشيخ فهد الرسمي الله يرحمه، لا أن يعني أبكون فريق المستقبل. هذا علميا خطأ، يعني علميا أنت تختار الأفضل. شنو دور الأندية؟ هذا الكلام يقول لكم يا شيخ جعفر في مباشرة قضية أن في بعض النواب الإسلاميين في ذاك الوقت في مجلس 81 يطالب بإلقاء الدعم عن أعتقد عن سوريا. قالوا قبل طيحة المناخ فيه الكنوز مكدسة، أسهم خليجية وربيع ومقفلات مؤسسة، بايع شارب هالسهم نقد ومدة صبح ومساء. فترة الثمانينات كلها كانت فترة ملتهبة سياسياً، مش فقط على مستوى الإقليم، على المستوى العالمي كله. شو اللي يحضر في ذاكرة مشاري العنجري؟ كانت الأجواء طبيعية داخل عندكم النواب؟ كان في تشنج ولا لا الأمور كانت هادية؟ في مرة من المرات الله يرحمه الشيخ جابر أمير البلاد المغفور له الشيخ جابر، دعا مجموعة من الأعضاء أنا من بينهم، منو كان أعتقد كان رئيس المجلس محمد عدساني ونائب الرئيس أحمد سعدون وأنت أنا، كان أعتقد فيصل الدويش، سالم الحماد، هذه يمكن الأخ خلف دميثير، أو إحنا ستة كنا ما أذكر بالضبط يعني غير الأسماء اللي ذكرتهم. طيب. إحنا ستة. استدعاكم المغفور له الشيخ جعفر. إيه ما ندري شو الموضوع، ف قعدنا معه سلام وسوالف، وقال أنا والله بناديكم يعني ليش الاختيار هذا، ما أذكر يعني هل رؤساء لجان هل يعني كذا ما أدري. بس كان اختيار مدروس. ما أدري ليش بس هذه المجموعة، فقال يعني أنا أبيكم يعني تشوفون الأوضاع، تشوفون اللي أنا يقصد الأوضاع الخارجية الإقليمية والمحلية واللي، فكل الرجاء أنكم تعينوني على المسؤولية، مو بس أنا اللي تحمل المسؤولية، أنتوا تحملون المسؤولية معاي،
انتم تتحملون المسؤوليه معي، وهذا بلدنا كلنا. فانا كل اللي اطلبه منكم ان يعني اذكر هذا الموضوع، انكم تتحملون معي المسؤوليه، وانا واثق انكم تفهمون للاوضاع اللي قاعده تحصل والاشياء. فما حدد ما هو المطلوب. احنا انتم قاعد تتساءلون ليش مناديكم؟ اي، فواحد من الاعضاء بالضبط ما اذكر، يا يمكن الاخ فيصل الدويش او الاخ خالد ميثير. خالد ميثير كان معاكم؟ كان اعتقد ماني متاكد من ذي. اللي متاكد ان الاخ فيصل الدويش واحمد السعدون، وانا حتى الرئيس ما ادري معانا ولا لا، الاخ محمد العدساني ما اذكر بالضبط. طيب خلص الاجتماع، فسأل صاحب السمو أثناء الاجتماع اشتامر فيه طول العمر، أنا ما عرفنا شو اللي تبي. قال لا شي يسوي، قال لا لو أقول لكم شو اللي أبي وما تسوونه تنقطع الإشعار اللي بيني وبينكم. أنتوا تقدرون مثل ما أنا أقدر، وأنتوا تعرفون مصلحة بلدكم مثل ما أنا أعرف مصلحة البلد. هذا الكلام يقول لكم يا شيخ جابر؟ شيء مباشرة. فعسى الله يوفقكم وعسى الله. ورحنا احنا قمنا نتداول يعني حار بارد، يعني الشيخ شبي حاولنا نسأل وزراء، نسأل ما حد يدري. نحن مو عارفين بالضبط ما ندري ليش شنو اللي يقصد يعني الشيخ جابر. ايه كلام وطلب من الامير بس ما ندري وعينوني بالضبط. وساعدوني ونحن ما تدرون شو الموضوع. ايه بعدين يعني مثل ما نفتش عن لازم أكو شيء. بعدين اكتشفنا، يعني اكتشفنا الاكتشاف وله أكيد، بس ما في قضية واحدة، هي قضية أن في بعض النواب الإسلاميين في ذاك الوقت في مجلس 81 يطالب بإلقاء الدعم عن أعتقد عن سوريا اللي صار في حلقة في حمات وفي حمص وحماة. فردت الفعل، لأن الدعم كان مقرر من قبل في مؤتمرات الخرطوم ومؤتمر لما حرب 67 و73، فسموهم دول الصمود والتصدي اللي هي سوريا ومصر والأردن وأعتقد جزء لبنان يمكن. فتقرر في مؤتمر القمة تقديم مساعدات، هي خاصة دول الخليج تقدم مساعدات سنوية، فهي تيجي بالميزانية، ما تحتاج قانون خاص، بالميزانية. لو تشيلها من الميزانية علشان تعطي لازم تطلع قانون خاص، لكن مدام موجودة وكل سنة هي موجودة. فكانوا بيشيلونها، يعني المطلوب إلقاء هذا البند من الميزانية عشان ما يدفع لهم. فقلنا يمكن الأمير الله يرحمه يلوح حول هالموضوع هذا، فلكن الموضوع مشى ووافق عليه، في من اعترض ومشى الأمر. وتم الاستمرار في تقديم المساعدات لدول اللي سميتهم دول الصمود والتحدي. دول الصمود والتصدي. 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 يعني. والتصدي. وبعدها ما استدعاكم شيخ جابر؟ لا بعدها ما. فأنت وهني يمكن استنتجتوا أنه فعلا هو هذا اللي كان الأمور، قد يكون هو هذا المقصود يعني. مشت الأمور طبيعية وعادية يعني من خلال الميزانية، وهي بتمشي أصلا لأن الحكومة 16 صوت قاصرها 17 تحقق الأغلبية. طيب من ضمن المواضيع المهمة اللي تزامنت مع مجلس 81 أزمة المناخ، نبي نفتح الحين الصندوق الأسود ونتكلم أكثر عن أزمة المناخ. أي أزمة طبعاً أول مرة تحصل، وأزمة يعني أدت الكويت، المجتمع الكويتي وأدت البلاد، يعني تعامل بالمليارات. يعني أزمة المناخ، البيع والمشترى، أسهم شركات تؤسس وتباع بأضعاف أثمانها وهي لم تقدم شيء،
الشركات بعد ما اشتغلت ترتفع أسعارها بأضعاف الأضعاف، زائد الشراء بالمدد بالآجل بالآجل الآجل بفوائد عالية 50% و40% و30% و100% يمكن وأكثر. أنا ما دخلت سوق المناخ ولا عمري، لكن هذا اللي 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 عرفه بذاك الوقت. وكان في أرباح تتحقق يوميا لدرجة الوسطاء اللي عندهم دكاكين داخل سوق المناخ، الدكان مستأجر من شركة عقارات تحت في الأرضي، أجاره يمكن 500,000 200 ما أدري كثر، الخلو مليون ومليونين وخمس ملايين دينار. وصل دكان في بابين وصلت قيمته 16 مليون دينار. اللي بيشتري هالدكان مو ملك، أجار قفلية أو خلو رجل 16 مليون، يعني إيش كثر قاعد يطلع؟ أكيد راح يطلع يعني وكلها خارج نطاق القانون، يعني تأسيس شركات وتأسيس شركات وتأسس اليوم الشركة مثلا القيمة الاسمية دينار مدفوع الربع ربع دينار، تطلع تبيعها 5 دنانير أو 3 دنانير، يعني تدفع لك مثلا 10,000 تروح تأخذ لك 30,000-40,000 أو 50,000. واللي أكثر اللي قلت لك المدد بالمليارات إلى أن لما سقط السوق فيما بعد. طبعا هذا استمر 81 وأوجه النصف الأول من 82، صلت أرقام خيالية، أسعار الأراضي، أسعار خاصة داخل البلاد، يعني وصل أعتقد سعر المتر هناك 10,000 و15,000 دينار وأكثر 20,000 دينار سعر المتر العقار اللي في المنطقة القريبة، إلى أن جينا في شهر 8، يعني صارت هذا مطلوب مليار، هذا مطلوب مليارين، وهذا يطالب مليار دينار، يعني في 6 أو 7، واحد مديونيته مليارين، واحد 3 مليارات، واحد دينار 10 مليار دولار، وهم ما يملكون شيء، يعني ما عندهم ورق يطالبوا مطلوب. فكانت الفقاعة تعادل 27 مليار عندما أوقف التعامل. شنو هذه؟ ال- 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 قيمة المتداول 27 مليار مليار 100 مليار 100 مليار دولار دولار هذا التشابك اللي بينهم، يعني 3، الأول يطالب الثاني مليون، الثاني يطالب الثالث مليون، الثالث يطالب الأول مليون، هي 3 ملايين بس هي في حقها صفر، لأن كل واحد يطالب الثاني مو موجودة فلما سقط واحد من الثلاثة ما عنده، بس القانون يقول مجبور انك تدفع تشيك، فصارت تشيكات الآجلة، يعني اشتري منك واعطيك تشيك السنة الجاية بفائدة 100% مثل القيمة آجل، يعني الآن قيمة الصفقة 100 مليون، أقول لك أنا أدفع لك السنة الجاية 200 مليون بس انطر علي. إنزين، هنا بشهر 8 واحد دخل شيك قبل مدته، شهر 8/82 قبل مدته قالوا ماكو، ما في رصيد، يعني ماكو رصيد بعد ما حلت المدة، في بعضهم دخل وأخذ، الثاني قال تعال فلان ماكو رصيد خاف دي، راح الثالث راح الرابع، كل من قام يروح صار في تكالب،
على البنوك الناس تبي فلوسها. اي واذا ماكو رصيد تروح النيابه جنايه قضاء شيك بدون رصيد راح النيابه علشان يضغط عليه. قام كل واحد يشتكي على الثاني. في 20/9/1989 صدر مرسوم بقانون قبل هيئة المجلس 89 اي 22/9/1982 صدر مرسوم بقانون يقول رقمه 57/82 57/1982 يمنع الذهاب للنيابة على أساس ما اشتكي عليك تشتكي علي. يعني احنا الثلاثة كل واحد يشتكي على الثاني كلنا بروح نيابة كلنا متهمين ولا نقدر نصفر اللي علينا. فوقفوا الدي وبعدين يجي المجلس في 82 سؤال شنو كان دور المجلس في قضية أزمة المناخ؟ يجي المجلس بعد فترة الحين علينا إقرار هذا المرسوم بالقانون أقرينا لأنه الكارثة أقرينا لوقف التداعي إقامة الدعوة طيب الواحد مع الثاني. فصدر يانا الموضوع في المجلس هي باللجنة التشريعية وأنا عضو فيها قمنا نناقش هذه القضية. استدعينا طبعا وزراء استدعينا وإحنا نناقش استدعينا اقتصاديين قانونيين دكاترة الوسطاء مختصين في كافة المجالات تجار علشان فأقرينا القانون اللي وراه قانون أظن 59 لسنة 82. القانون هذا ينشئ بدال المحاكم والذي ينشئ هيئة للتسويات تسوية المشاكل هذه بدل ما محاكم وابتدائي واستئناف وهي تطولها وماكو فلوس طولها سنين وذي وماكو فلوس قانون ثاني أنا بعثر بقول باختصار ما انحلت يقدموا قانون ثاني 75 لسنة 82 أو 85 المهم 75 لسنة أعتقد 83 عقبة اللي في صندوق للضمان أكو ناس وايد صغار مستثمرين على أساس أن يكون صندوق من الدولة اللي عنده شيك أقل مليونين ياخذوا بعدين فصول اللي عنده شيك اللي أقل مليونين اعتبروهم صغار مستثمرين. فاللي عنده شيك أقل من مليونين يروح للدولة والدولة تدفع له على أساس الدولة الطالب صاحب الشيك الأصلي. وبعدين جزأوا الموضوع إلى مليون. طيب شو تعلق على كلام الدكتور أحمد الخطيب اللي ذكر الدكتور أحمد الخطيب أن أسباب كارثة المناخ ليست اقتصادية بل سياسية بكل امتياز؟ يعني ممكن هي أنا أقول إدارية سياسية اقتصادية. سوء الإدارة الحكومة هي بالتأكيد سوء الإدارة لأن أغلبها خارج نطاق القانون. دكاكين واستنسل وتطلع أوراق وتأسس شركات لا جدوى لا يعني هذه كلها يجب أنك تدقق عليها. فأقول لك يعني بعدين صغار مستثمرين هم ما انحلت المشكلة. بعدين وصلنا إلى صيف 1983 واستدعونا من بالإجازة في دعوة استثنائية. الحكومة دعت المجلس لجلسة استثنائية بالصيف شهر 7 وأقرينا القانون
اسمه قانون 100 اللي هو خفض، تصور خفض نسب الفوائد الى 100 الى 20%. هذا القانون يابت الحكومه. اي هذا اللي استقال بعدين في عبد اللطيف الحمد الله يذكره بالخير، اعتراض معترض على ذي ان العقد شريعه المتعاقدين. وكان موقف الحمد سليم ولا مو سليم حسب تقييمك؟ كان موقف الحكومه كله ما كان سليم، يعني مشكله خلقتها الحكومه بعدم تطبيق القانون. المهم مرينا يعني على هالمشاكل هذه، وجاي قانون ثاني بعد في 83 في اواخر 83 وفي اظن 84، لانها يعني كارثه وجديده وصعب من يعالجها ومن يحلها، صعب، واموالها كثيره وتداعياتها كثيره. ف يعني قضينا احنا كلجنه تشريعيه فترة طويلة في مناقشة هذه المشاكل. لذلك أنا خطر على بالي ولخصت أزمة المناخ بالقصيدة. قصيدة. طيب وين النقطة اللي ساهم فيها مجلس 81 في حل أزمة المناخ؟ في أي قانون، في أي جلسة؟ هل هي جلسة الصيف هذه ولا في جلسة ثانية؟ لا آخر شيء أبي الخطوة الأخيرة اللي صارت. لا ما انحلت الأزمة، بس تفتتت يعني في ناس عندهم مشاكل، في ناس فلسوا، في ناس استغنوا وخشوا فلوسهم برا، في ناس يعني، لكن الزمن كفيل بأنه حل أي مشكلة. الزمن اللي حل الحرب العالمية الثانية 50 مليون قتيل كفيل بأنه حل أزمة مثل أزمة المناخ. وظلت القضية مستمرة خلال مجلس 81 واستمرت. وتداعياتها استمرت إلى ما بعد إلى 85 وما بعد 85 وإلى ما بعد 85 ودخل البنك المركزي، ويعني يعني شوي 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 إلى أن انتهت. طيب أبو فيصل، إحنا الحين تقريبا نكون غطينا أبرز الأحداث والقضايا والقوانين اللي تزامنت مع مجلس 81 على مدى الحلقات الثلاث. في الحلقة القادمة راح نفتح معاك الصندوق الأسود لمجلس 1985 وما تبعه من أحداث مهمة كانت يمكن نقطة مفصلية أو نقاط مفصلية في تاريخ الكويت السياسي الحديث. موعدنا معكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة الأسبوع القادم مع ضيفنا النائب السابق سيد مشاري العنجري وحديث حول مجلس 1985. قالوا قبل طيحة المناخ فيه الكنوز مكدسة، أسهم خليجية وربيع ومقفلات مؤسسة، بايع شاري بهالسهم نقد ومدة صبح ومساء، يلا الحقونا يا الربع ربح وترف وفسفسة. كل من دخل سوق المناخ صارت العقول مكلسة، هذا الطبيب والصيدلي وحتى الربع في الهندسة، وضابط كبير وشرطي ومدير وناظر هد المدرسة، وعيوس كبيرة محندبة يا يجرها آنسة، حتى الوزير ويا الوكيل شغلهم ما حد يلمسه، راح البلد وين الحماس سبحان ربي يحرسه، وفي يوم خميس ما فيه ونيس صح النايم من انعسه، ثارت بعارين المناخ واللي قربها ترفسه، صارت فلوسهم كلها ورق حق شاي الحليب تقمسه، راحت هوامير المناخ كل واحد راكب وفرسه، حق الحكومة ينتخي والكل عضو في مجلسه، يلا الحقونا يا الربع من هالبلا والمطرسة، وين تشفتهم أم الصيغ يم الحلول المعوكسة، دوري لنا حل المشكلة نبي مواد ملبسة، أربع قوانين متوبكة تحمي الربع من الكوكسة، شالوا النيابة والقضاء وحطوا لهم مؤسسة، قالوا صغار مستثمرين فيهم من انتك انفسه، يابوا لهم صندوق ضمان من الاحتياطي نترسه، بس البحر ما يغزير ما حد يعبره إلا ركسه، وهذه طامة ما يحلها إلا القدر علّه وعسه، وكم من غني أصبح فقير وصابه تلوثة ووسوسة، والله يعيننا على اللي جاي ترى الديون ما تنسه، ليش يا بلدنا انت شدي فيك القوانين مين مقدسه، كله بسبب حكومة ما يخلى شغلها من البربسه.